انتهاء مباراة العراق والسعودية التقى أيضا مفدنا حسين الطائب محافظ البصرة أسعد العيداني وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت. الاثنين كانوا حضرانين المباراة وحنشوف هذا الحديث السريع. لقد كان حضورك شيئا رائعا الليلة، ما هي مشاعرك؟ أشعر وكأنني أحلق عاليا، لقد كانت ليلة مثالية بحضور منتخب عراقي مثالي وتشجيع جماهيري لا يوصف، الأجواء كانت ممتازة، لقد أحببت كل شيء الليلة. من كنت تشجعين؟ من تعتقد؟ بت تقريبا مواطنة عراقية بعد 4 سنوات من تواجدي هنا. ما رسالتك للجماهير العراقية والمنتخبات المشاركة في البطولة؟ لقد قلتها من قبل أن تنظيم خليج 25 هنا في البصرة دليل قاطع على قدرات العراق التنفيذية. هذه البطولة ودية ومحترمة، وهذا بالضبط ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر. هل ستتواجدين في المباراة النهائية؟ كل شيء يعتمد على ما سيحققه العراق. سعادة المحافظ اليوم؟ ما أدري شو أقول لك، الكلمات تعجز عن ما تفعله في البصرة من أجل البطولة ومن أجل العراقيين. شكرا، هذا واجبي حقيقة، أنه أنا اليوم فرحان بفرحة الجمهور، بوقوف هذا الجمهور بهذه الأمطار الغزيرة، لكنه ساند إلى آخر نقطة. مباراة كانت حبية بين أشقاء، لكنه بالنتيجة الفريق العراقي أدى ما عليه وفاز، وهذا ألف ألف مبروك للجمهور ومن ثم للمنتخب ولكل العراقيين. الفرحة واحدة بين العراق والسعودية بالتأكيد، يعني أنا أمس يمكن ذكرت، ممكن أنه أرجع وأقولها، ممكن أنه نشترك مع الأشقاء السعوديين باستضافة كأس آسيا 2027. هذا خبر حصري وقوي، فاتحته الاتحاد السعودي؟ لا بالتأكيد بعدنا، لكنه هذه احنا نسعى ان نستضيف كأس آسيا بعد ما تنجح بطولة الخليج. الآن بطولة الخليج بطريقة للنجاح، بالكل يعتبرها لحد الآن ناجحة، وإن شاء الله تكون ناجحة إلى ما بعد، يعني إلى المباراة النهائية، وإن شاء الله أنه هي ناجحة الآن بجمعة الأشقاء بعد فراق دام 43 عام. استطاعت البصرة أن تجمع كل أشقائنا على أرضها، وهذا مكسب للعراق.